ايه رأي حضرتك في بناء نصب تذكاري للشهداء في قلب صنيف ميدان التحرير؟ انا قلت يا ابني ده تكريم، ده مش تكريم للشهداء بس، ده تكريم للثورة. تمام، تكريم للثورة. ده بقى يبقى فيه شهداء 25 يناير وشهداء رابعة وشهداء الحدود والضباط والعساكر اللي في الداخلية واللي في الجيش كلهم ولادنا. يبقى لنا مقر مكان واحد، احنا بنكرر. وبعدين اللي اتعمل ده من مالنا، اللي عمله المحافظ او المحافظه بس، ده من مالنا احنا، من مال الشعب. تمام، نزعل ليه؟ واحد جاي يقول لي ده ابو الناس دي قاعده هنا ليه؟ هم اللي يعملوا ليه؟ هم اللي يتلقوا العزاء ليه؟ قلت له اتفضل اقعد في الصوان يا اخويا وتلقى العزاء، ما حدش قال لك ما تقعدش. ده صوان معمول عشان نواسي بعضينا، نتلقى فيه العزاء، يقعد فيه اسر الشهداء. مش عاجبهم، عايزين يخشوا في المصياده تاني يا ابني. المصيادة برجليهم، شارع محمد محمود حصلتهم مرتين قبل كده وحصلت مدابع. طيب تقول ايه لاولادك اللي ناويين يدخلوا شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر؟ قلت له انا بقول لهم اللي هيدخل هناك مش ابني، متبري منه والثوره متبريه منه، لان انت راح بتبني نفسك في التهلكه. ما تقولش بقى الجيش والداخليه اللي هيضربوك، ده عدوك ماشي مع انجشك هيسلمك للموت ويقبض ثمنك ويرجع.